السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. المهم رجعت لكم النهاردة بلعبة روبلوكس في مابت تاجر الخشب او لومبر تايكون 2. رجعت لكم بهاك جديد اسمه بلود. المنيو ده صراحة منيو جامد جدا، عجبني قوي يعني الصراحة في السهولة، يعني هو مش سهل قوي بس في شوية حاجات الصراحة عجبتني، زي مثلا أنا عايز أروح للراجل ده ودوه بيته. شوف كل بساطة، رحت بيته الراجل اللي عنده خيرات الله ما شاء الله، يعني مش فارق معايا قوي يعني، بس حلو. هو شكله برضك هاك يعني، باينة قوي عشان هو لسه بادئ جديد وفجأة عنده ده كله. استعبط عليا ولا ايه يا عم؟ طيب الهاك ده بقى يا شباب انا جايبه لكم جديد. طبعا انا اكتشفت هاك ينسخ الخشب والهدايا والعيون. طبعا انا نسخت خشب برتقاني اللي هو الخشب تقريبا النادر، مبقاش موجود منه في اللعبة. هتقول لي جبته منين؟ اقول لكم جبته من واحد الصراحة، مش واحد، شاب صغير يعني. المهم اتعاملت معاه وحبيته جدا الصراحة، هو ساعدني وانا ساعدته، دبلت له الخشب هو وصديق لي اسمه ياسين، اسمهم هما الاثنين يوسف وياسين. ساعدتهم ونسخت ليهم الخشب وهم ساعدوني وادوني الخشب الجديد. ولو طلبت منهم مثلا اكسات، انا كان عندي زمان تقريبا 8 انواع اكسات قبل ما الارض بتاعتي تتمسح يعني وكده. فالمهم يوسف ساعدني واداني 14 نوع اكس اللي كانوا معايا وغيرهم كمان. تمام. فانا هنا بقى في ميزه الصراحه في الهاك ده عجبتني قوي، او البنك العربيه البنك. في كتير قوي بيجيبها بسرعه وفي كتير بتيجي معاه بالصعوبه تامه، يعني تماما بتبقى صعبه. فالمهم هنا في هنا اهو بص، بنك كار سباونر يعني رسبنت الكار البنك. هنا تحط اصبعك او الماوس يعني على الحته دي بالظبط وتدوس حرف سي. طب ثانيه لازم اجيب واحده الاول. اوه بصوا 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 بصوا، انا دلوقتي ما بعملش حاجه، يفضل يقلب كده عربيه ولا الثانيه ولا الثالثه ولا العشره ولا المليون لحد ما تيجي البنك. اول ما تيجي يقف عندها، ومين مننا حاول يجيب العربيه البنك؟ فجأة كده العربية جت قدامه، رحت محولها. شوفوا الذكاء والجمال. المهم عادي خالص، بتحصل وهتحصل كمان. انا ممكن الوقت اروح اعمل اي حاجة، اجيب حاجة اي بتنجان، وهي ما شاء الله عمالة تحول اهي. شفتوا بسيطة ازاي؟ المهم هوريكم الحاجات اللي انا فهمتها، بس اللي انا يعني فهمتها وانتوا بقى بتكتشفوا براحتكم. هنا اهو دي حاجات بسيطة انا يعني تقريبا ليها علاقة بالبنى، بس انا ما عرفتش استعملها كويس. لو انا دوست بنت، هي الوقت المفروض حاجة تشتغل هنا يعني، بس انا عشان المهم ماشي مفيش مشكلة. البلو برنت هجيبها كلها، تيجي كلها عادي، ايه المشاكل؟ بصوا كلها بلا استثناء. تمام، مش هي دي الموضوع. اظن انتي بلاك ليست، اللي هو لو حد جديد دخل اللعبة زي ما انا توقعت يشيلولي، بس طبعا ده انا مش عايز يشيله. ده كده اي حد يدخل السيرفر قديم وجديد شمال يمين هتلاقيه بقى على البلاك ليست دايركت. في حاجة كنت عايز اوريها لكم بس انا مش فاكر ايه هي. اوتوباي انا جربتها وما نفعتش، بس شكله برضك لازم اشغل الهاك على نظام الكلاسيك عشان انا مشغله على نظام البيتا. انا قلت البيتا الصراحه انضى احسن بالنسبه لي عشان اخف وما تعملش لك كتير في اللعبه يعني. هات الوود منيو هنا طبعا، سيل كات وود جولد اكس، دي الصراحه نظامها حلو قوي عجبتني. بصوا الميزه
طبعا انا هقف فين؟ هقف هنا مثلا. بصوا الله تمام. سلم. اوه الله عليك، الله صل على النبي. بصوص لما راس فيها. طب في حاجة كنت عايز أجربها، مش عارف معنى ايه، بس اوكي اتس اوكي. نروح هنا. هجرب الحركة دي معاكم ان شاء الله تبقى صح. يلا كسر دي، بيتكسر بسرعة الصراحة. تمام، بعد كده اقول له انا عايز ارجع مدينتي اذا سمحت، وبعد كده في وود هقول له هنا يس. هلا والله. طيب اقدر ابيع؟ للأسف الحركة دي مش عارف مالها، يعني تنفع. المهم انا حاولت وان شاء الله هحاول في الحركة دي لحد ما تنجح معايا. هدور على هاكات كتير لحد ما نشوف الموضوع ده. طبعا اللي مهتم بالهاك ده يقول لي، انا مش عارف الصراحة. هل استنى واحدة بس سلوت؟ ايوه. المهم هنا بقى الموضوع، نكتب هنا ان دوس قصدي دوبي موني. تمام، انا هفهمكم دلوقتي طريقه ازاي تنسخوا بيها الفلوس. سهله مش صعبه يعني، مش بس انا ما شفتش حد عربي الصراحه او حد اتكلم عن الموضوع ده. في فيديو او فيديوهين عن هاك تاني، بس انا هشرحها بطريقه تانية يعني، ماليش دعوه بحد تاني. تمام، هو انا الصراحه ما لقيتش اي نسخ هاكسات غير في الهاك الاولاني في الفيديو اللي قبل ده، تقدروا تروحوا وتشوفوه. هو ده الوحيد يعني بتاع نفس الاكسات، نسخ الاكسات قصدي. ندوس هنا دوبي ماني. تمام، يجيب لي رساله تحت هنا. المهم ان هو كده عمل لي نسخ. اوكي، اروح دايس هنا كده. انا كده بقول له هنا اعمل لي لود للارض نمره واحد. نمره واحد انتوا بتحددوا النمره هنا في الخانه دي. تمام، واحط ايدي هنا كده واقول له سليست يس. دخل لي الارض. تمام، وطبعا انا اكتشفت طريقه سريعه لما بيقول لي التلوج. طبعا انتوا باصين هنا قدام، فين يا عم الفلوس؟ انت هتشتغلنا ولا ايه؟ انا هقول لكم اصبر دقيقتين بالظبط، بالظبط دقيقتين حاول يعني. تمام، نصبر دقيقتين بالظبط وارجع لكم تاني. اهو شفتوا يا شباب الفلوس قدامكم، اهو كتب لي موني. المهم يعني بيقول لي انا بعت لك الفلوس اللي انت طلبتها مني. طبعا يا شباب انا ما انصحكوش تعملوا الطريقه دي كتير يعني. المهم الفيديو اللي على اليوتيوب اللي بيقول لك لازم يكون معاك 10 مليون عشان تقدر تنسخ، هل الكلام ده صح؟ انا جاي من هنا اقول لكم الكلام ده غلط. غلط. ممكن لو انت معاك 500 ألف بس اقول لك 1000 عن تجربة شخصية. انا جربت يعني تعمل نفس الطريقة وكده وتلاقي فلوسك بتتدبل عادي، مش ضروري يبقى معاك 10 مليون. انا بدأت الموضوع كان معايا 900 ألف بس، ودلوقتي معايا ملايين الملايين، شايل طبعا في حسابات تانية يعني. مش عايز اقول لكم، انا عايز الصراحة ابطل هيك بعد ما اظبط بيتي، وطبعا ان شاء الله هظبطه قدامكم. طبعا يا شباب انا يعني ممكن بعد الفيديو ده، ممكن ده لو ما كانش في فيديو تالت يعني، ممكن هبطل الهاك الصراحة. بينك شفتوا كتب له هو بينك كار سباونت، يعني تم البنك، جاب لك البنك، جاب لك عربية البنك. وادي اهو دي الطريقة يعني. انا وانا قاعد بتكلم معاكم فجأة، طبعا انا بعمل ايه؟ همسح دي عشان ما اضيعش العربية البنك. انا مش عارف ايه لازمتها، بس هي الصراحة بيقولوا نادرة جدا وغالية او كده، في حد ممكن يشتريها مني. المهم مش مشكلة.
هي العربيات البنك. انا عايز افتح ثانية واحدة بس، هفتح الارض التانية بتاعتي بإيميل التاني. تمام، هعمل بقى دوبي تاني او نسخ تاني للفلوس، مش عشان انا محتاج بس. انا بصوا يا شباب، اخر اللعبة دي 20 مليون بس، ازيد من 20 مليون الفلوس طبعا الزيادة هتروح، ويفضل معاك ال20 وشكرا على كده. طبعا انا دلوقتي نسخت ونسيت اعمل سيف، ما سيفتش، فهيرجع لي ب 19 مليون بتوعي. فيعني انا مش فارقه معايا كتير. طبعا الارض التانية هناك اهي معايا شويه خشب حلوين، شويه عيون، شويه هدايا. جبتهم منين؟ من نسخ يا زعيم. ازاي؟ هقول لك ازاي، ثانيه. طبعا انا رايح هناك اهو، بس يا رب ما يبقاش فيه هاك ابن طيبه غيري ياخد مني حاجه. طبعا بصوا هنا، انا معايا 20 مليون بالظبط، ولا اقل ولا ازيد، يعني فل قوي كده. ثانية واحدة، العربية دي عشان في حركة. طبعا يا شباب، عشان الحركة دي تنجح لازم تبقى عاملين لبعض وايت ليست، لو انت هتعمل الطريقة دي انت وصاحبك مثلا يعني. تمام، اوريكم ازاي الطريقة. طبعا انا اسمي هنا البوب. انا طبعا مكنتش عايز اوريهولكم، بس مش مشكلة يعني، عادي يعني. بس طبعا محدش يزعل، ما بقبلش عليه اي حد، عشان ده انا يعني انا عامله مخزن، ما بتعملش بيه اصلا. ايوه العربيه مالها اتشلت، ثانيه. ايوه يلا بقى، ده انتي بنت، تخيلوا بقى وانا ماشي كده. طبعا الحاجه اللي بتقرفني في الناس العيون والهدايا، وانت ماشي كده. بص 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 بص، فلوس جات لي على الحساب اهو. بصوا معايا كده يا شباب، اقسم بالله. بص بص يا شباب، بص يا شباب. طيب برتبها وارجع لكم. طيب يا شباب، بعد ما رتبت العربية الحمد لله، بس يا رب تمشي بقى عشان انا كده اتخنقت. تمام اترتبت، نعمل ايه بقى عشان نعمل نسخ للخشب ده؟ طبعا يا شباب الخشب ده نادر جدا، ما بقاش موجود في اللعبه، اللي ما يعرفش يعني، عشان ما حدش يسالني عن مكانه. انا الصراحه ما اعرفش يعني، حتى لما كان موجود ما اعرفش فين مكانه. اتحركي اتحركي، لا حول الله يا رب. ده اللي هشيل الربع يعني. طب في ايه؟ هجيب حمار يجرك يعني؟ ها ها، يا ساتر يا رب. ايوه بدأت اهي. طيب خشب وقع، خشب وقع. ماشي اوصل دول وارجع اجيب بس اللي وقع. تمام، المهم دول كفايه انا اكتفيت بيهم خلاص. تمام هعمل ايه بقى؟ سريع. ولا اقول لكم؟ دول 3 خشبات يعني، مش مشكلة. تمام، هنودي اهو كل خشبة الارض. انا دلوقتي عايز ابقى اسرع. اسرع ازاي؟ طبعا بتعمل سرعة بحرف V، بس لازم تفعلها الاول من المنيو، المنيو بتاع الهاك اللي اسمه الدم او بلود. تمام، الهاك القديم بتاع النسخ اللي هو بيعمل نسخ الفلوس، طبعا كلنا شفناه وعارفين السكريبت بتاعه اكيد، للناس اللي متابعه يعني اخبار الهاك للمابا دي بالذات. سهل جدا، هي نفس الفكره بردك، سيف ولود، نفس الفكره. بس طبعا اللي شرح عنه ما شرحش عنه غير انه بينسخ فلوس وبس. انا دلوقتي طبعا انا اللي اكتشفت موضوع نسخ عيون ونسخ خشب ونسخ هدايا ونسخ اي حاجه، والله حتى الصور، حتى اي حاجه في اللعبه. عايز تنسخ عربية؟ انسخ لك عربية، عربية كاملة. ودي طبعا حاجة انت هتعرف تعملها لو فهمت انا بقول ايه بالظبط يعني، وعملت زي ما انا بعمل. المهم، واللي عايز السكريبتات القديمة والهاك القديم اللي انا شرحت عنه يعني، اقصد في الفيديو اللي فات. المهم، هاك نسخ الاكسات هتلاقوه في الوصف بتاع الفيديو اللي قبل ده، يا ريت تتفرج عليه كله. طبعا هنا هو بيقول لي سيف، هقول له اوكي سي.
شايفين الكلمة دي؟ انت كده سيفت يا معلم. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ مطلوب منك انك بعد ما تعمل سيف، يعني انا بص عشان ما تعبش نفسي هاخد العربية دي، هسيب طبعا الخشبات دي مش محتاج ارجعها تاني بدل ما اقرف نفسي. ايه ماشي، المهم طبعا سيف. بس ممكن المشكلة دي ممكن تفشل معاكم. ايه اللي هيخليها تفشل؟ السرعة. يعني ازاي السرعة؟ يعني لازم تكون سريع بعد ما تعمل سيف، تنقل الحاجة بسرعة وهوب تعمل لود للأرض، ساعتها بس هتنجح معاك. لكن لو اتأخرت انت حر، يعني هتفشل معاك. بس حاول تاني، ما تقلقش، الهاكر كده ما فشلش، انت اللي فشلت. وغير كده طبعا انا بشكر الناس اللي بتدعمني حتى لو كانوا هم قليلين جدا، يعني مش مشكلة. انا الفرق معايا ان انا عايز اقدم حاجة. وطبعا يا شباب القناة دي مش هتبقى قناة شرح هاكات، فعشان كده ما حدش يطلب مني هاك. انا اكتشفت حاجة فحبيت اعرضها على الناس، يعني كده. وصراحة ماب الخشب ده بقى ماب محروق زيادة عن اللزوم، بقى اكتريته هاكات وبس. تمام، انا مودي دي بسرعة واروح عامل لود. طبعا في ناس ايه، كل ما ينزل واحد جديد هنا، ده لسه خارج دلوقتي، لما بيخرج حد بيقول لك، ولما بيدخل حد بيقول لك الفلان ده دخل الجيم. تمام، هنا كده اعمل ادوس على بلود، ادي كده ادوس كلمة لود سلوت او سلوت. انا اظن العربية متنسختش، بس ماشي ماشي تمام. عارفين ايه اللي اتنسخ ولا استنى فين انا؟ ماشي يا عم شكرا. شفتوا؟ هي دي بقى اللي انا بتكلم فيه، السرعة. السرعة تمام يا شباب، هخلي دول هنا كده، اقول له شكرا يا عم الحاج. طبعا هناك اهو الخشب كله اللي انا نقلته موجود، واتنسخوا التلات خشبات دول. بص بص بص، والله لاج وبتاع، ولا انا عشان مقربهم من بعض بزيادة، يعني مش عارف والله ما عارف، تعبت. هفضل انقل انا شمال يمين واعمل كده واعمل كده. بصوا كمية العربية طبعا قليلة مش كتير، بس يعني ان انا ما بحبش ازود حاجة عن حدها. طبعا انا الناس اللي انا نسخت لها مالت لهم الارض، بمعنى مالت لهم الارض يعني. طبعا بص انا اكتشفت حركة جديدة، حركة جديدة دي. وات ماشي، حركة جديدة ان انت لو العربية عطلت معاك زي ما بتعطل معايا كده، اعمل زوم، خش كده على طول هتلاقي نفسك ماشي. لا بقى طبعا انا كده ما عملتش، ما سيفتش يعني، ما عملتش سيف. تعمل سيف سيف سيف، بعد كده تعال يا طيبة. بس خلاص، بس كده طبعا نعمل لود. لو ما عملش هنا هتلاقي كتب لك تحت كول داون ومش كول داون، يعني انتظر شوية وبعد كده اعمل تاني، يعني ما تقلقش، يعني مفيش حاجة، عادي خالص بتحصل. طبعا هنا انت هتلاقي الخشب بس مش هتلاقي العربية. حصل ليه كده؟ عايز الطريقة تنجح وتودي عربيات وتلاقي العربية هي هي والكلام ده كله، لازم العربية تكون ملكك. ملكك يعني عندك السباونر بتاعها موجود هنا في الأرض، ساعتها بقى تقدر تحط الخشب عليها عادي خالص، وبعد كده تسيبه في الأرض، وبعد كده تودي وبعد كده تعمل لود. ما تخليش الشخص اللي انت بتودي له الخشب او العيون او اي حاجة تاني يعمل لود، ما يعملش لود، عشان دي غلطة انا عملتها في الاول. يعني مش لازم يعمل، يعني مش ضروري، انت بس اللي هتعمل، تودي بس قبل ما تودي له سيف الحاجة في الارض كل مرة. يعني انا هو وديت اول دور اهو ورحت عامل لود، في المرة التانية بقى انا اقول ده انا مسيف، لا انا مش مسيف، دي اعمل سيف تاني وبعد كده هوب لود وهكذا، يعني فاهم انت؟ هي دي الطريقة وهو ده اللي ينفع معاك بس.
ده كان شرح النهاردة، يا رب يكون عجبكم. طبعا انا عندي كمية عيون ما يعلم بها الا ربنا. للناس بقى اللي بيلعبوا على التليفونات، طبعا عشان انا واجهت المشكلة دي، اللي متابع معايا على القناة هيفهم ان انا كنت فعلا بقى لي فترة بلعب على الموبايل. اوه مسح لي العربية البان بقى عشان شكلي ما سيفتهاش، اللي هي التانية. المهم الناس اللي بتلعب على التليفونات، انا عندي كمية عيون مش طبيعية. سيبنا من العربيات دي عشان دي الصراحة انا مش هضحي بيها يعني هدايا او كده، ولا اقول لكم عشان خاطركم بس، انا اشوف منكم لايك واشتراك وفولو، وتابع الفيديو لاخره عشان اليوتيوب يفهم ان انا الناس عايزاني واظهر للناس اكتر واكتر. المهم شايفين كمية العيون اللي برمية دي والعربية الفاضية دي، انا مضحي بيهم عشان خاطركم وعشان خاطر طبعا تفاعلكم معايا، وان انتوا ما بتسيبونيش في الوقت ده. طيب يا شباب، دي هدية مني، ممكن كل واحد هديله اكتر من 10 عيون بس يجي هو ياخدها، معلش يعني. طبعا كلمني واكتب لي اسمك وانا ممكن افتح عشان خاطرك اذا كنت فاضي، ولو مش فاضي انت اعمل لي فولو، اعمل لي فولو في اللعبة وخش وقت ما تلاقيني فاتح وقول لي انا متابعك على القناة وجيت طالب منك يعني العيون او عايز العيون. المهم يعني انا افهم قصدك وافتح معاك مابت الخشب واديك العيون اللي انت عايزها. تمام، ده الكلام ده بقى طبعا لاصحاب التليفونات. طبعا اهو بصوا الاكسات يا شباب، ادي واحد نوع، تاني تالت رابع خمسة ستة. طبعا بصوا بقى النوع ده يا شباب، الصراحة أول مرة كنت أشوفه في حياتي، بس هو شكله نوع قديم مش جديد يعني. ده عارفين أكس الميني، هو الميني أهو، أو الماني، أكس ماني، ده من أقوى الأكسات اللي أنا كنت عارفها في حياتي كلها. كنت ببيع منه بكميات عالية، وكنت ببيع منه كمان بكم، 25 ألف، 20 ألف، أنا كنت برخص للناس يعني، ما بحبش أستغل حد. طبعا ده انا هبيعه اغلى. ليه اغلى؟ لان ده اقوى من اكس الماني، اقوى مش اقوى في القوة بقى يعني، بصوا ضرب يعني نفس الضربة تقريبا بس بقى اسرع، اسرع منه. طبعا دي عشان شجرة كبيرة اتضربت كذا ضربة، فمتقولوش يعني ده ضعيف ولا حاجة. يلا انت وقعتي، اوعي اوعي. ماشي، طب انا اوريكم على الشجرة التافهة دي. بص انا بضرب من بعيد طبعا عشان مشغل الجولد اكس. تمام، هوبا، وسريع جدا يعني بيضرب بسرعة. التاني بقى عبال ما يضرب تكون اتشلهت. الف بعد الشر يعني عليكم. تمام، وده كان شرحي للنهاردة، ويا رب يعجبكم. يا ريت بقى لايك واشتراك للفيديو وتفعيل زر الجرس، يا ريت تتابع الفيديو للاخر، ولو قدر شارك لي الفيديو دوت للناس اللي مهتمة بشرح الهاك. ممكن ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن حاجة مختلفة عشان انا نفسي زهقت عن الهاكرات والله. لو اكتشفت حاجة جديدة عن الماب او اي مابة تانية هكلمكم عنها باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.